السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا هاد لاماشين سانجر لا 834، واليوم الموضوع نتاعنا كيفاش تشانجي لو كوروا نتاع هاد لاماشين. كي تروح لكم بزاف اللي ما يعرفوش كيفاش غادين يشانجيوها ولا يطونديو لو كوروا كي تكون مرخوفة. تبعوني كيفاش تنجمو تشانجيو لو كوروا ولا طونديو لو كوروا دي فوا تكون مرخوفة باش تزيروها. اولا تنحيو توجور لو كوفر هذا الفوقاني، هذا غادي نقلع عندو ليفيس نقلع كيما هكا. من بعد غادي نشوفو لو كوروا كيما هادي هنايا، غادي نحل هذا الكوفر هذا سي نورمال، عندو واحد الفيس هذا ما تحلوش. غادي انا نحل هذا الفيس هذا كيما راكم تشوفو هنايا. فوالا كيما هاد لاماشين راه عندها لو كوروا مقطع، مي ما عرفوش كيفاش يشونجوها، مهما عندهم لو كوروا جديده ها يعني، مي ما عرفوش كيفاش يشونجو لو كوروا نتاع هاد لاماشين. تبعوني باش تولوا تشونجوها بوحدكم. فوالا لو كوروا هادي راهي مقطع هنايا، فوالا تبعوا مليح كيفاش غادي نشونجوها. فوالا هادي لو كوروا، فوالا راهي قطعت ما راكم تشوفوا. فوالا وغادي انا نشونجي لو كوروا نتاع هاد لا ماشين لا 834. فوالا تبعوني دروك غادي نقلع البوليه، دورو كيما هكذا، جبرو واحد الفيس هنايا كيما راكم تشوفوا هنا، كان واحد الفيس هواني. فوالا غادي نحله، فوالا تبعو مليح فيديو باش تولو شانجيو لو كوروا بوحدكم تاع هاد لا ماشين لا 834. فوالا هاو لو فيس، هاو قلعتو، هذا كي تردوه في المكان الصحيح نتاعو. غادي نجبد البوليه كيما هكا كيما هكذا، فوالا، ونخليوها في وضعيه كيما قلعنا. غادي ندير لو كوروا هادي جديده، تبعو مليح. فوالا راني درت لو كوروا هادي، هادي رد بوليا كيما قلعتها، ردها بهاد الطريقة، ما نشونجيش، ما نجمش بوليا نقلع كيما هكذا وردها هكذا، ما غاديش. التقبة هادي راهي صغيرة، وهادي تحل لو سونس كونترار، لازم كيما تقلعها تردوها، فوالا، باش ما تغلطوش في التركيب نتاع البوليا نتاعكم. دروكا فوالا غادي انا رد البوليه، فوالا هي طريقة سهلة كما راكم تشوفوا. ندير الفيس هذا كما هكذا، ونرده في البلاصة اللي كما قلعت كيف غادي نرده. فوالا فوالا نزير مليح كيما انا راني زيرت. فوالا البوليه رجعت في بلاصتها. غادي نوريكم حاجه دركا. فوالا لو كوروا، من بعد ما درت لو كوروا فوالا جاتني صغيره كيما راكم تشوفوا. فوالا راهي صغيره هنايا. دركا تبعوني كيفاش هنايا في هاد البلاصة راه كاين واحد الفيس هنايا، كي تدخلو الطرونوبيس تاعكم راه كاين واحد الفيس هنايا بالذات كيما راني داير انا هنا في هاد البلاصة كيما هكذا. بون كاين واحد الفيس غادي انا ندورو، وهذا هو لو طوندور نتاع لو كوروا. هنايا كاين لو طوندور نتاع لو كوروا، تبعوني مليح. هادي انا ندور التورنوفيس، هذاك الفيس اللي وريتكم، غادي تشوفوا كيفاش باش تشوفوا مليح. كما وريتكم بالتورنوفيس غادي انا ندور الفيس اللي وريتكم. فوالا راني ندور لهاد الفيس، موتور هوا يطلع. فوالا دونك تشوفو الموتور يطلع، فوالا
هذا لو طوندور باش طونديو لو كروا نتاعكم. فوالا فوالا لو كروا هيا في بلاصتها كيما راكم تشوفوا، تبعوا مليح. دونك انا لو كروا فوالا راها ما راهيش طونديا مليح. غادي عاود نبدا ندور بلو تورنفيس، غادي لو كروا تبدا تطوندا. فوالا 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 لو كروا فوالا لازم ديروها في هاد البوزيسيون اللي راكم تشوفوا، لازم تكون هكذا، ما تزيدوش تزيروها حتى تكون الموتور يحترق، لازم ترخفوا شويه كيما هكذا وتخليو بهاد الطريقه. فوالا دونك نتمنى راكم فهمتوا كيفاش ديروا لو كروا كي تقطع، ولا تبغيو طونديو لو كروا دي فوا تكون مرخوفه بزاف وما تدوركمش البوليه، لازم تطونديوها بعد الوضعيه اللي راكم تشوفوا. نتمنى راكم فهمتوا هذا كيفاش توليو تشانجيو لو كروا نتاع هاد لا ماشين سانجر 834. نتمنى لكم تكونوا فهمتوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.